هاي يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ويلكم تو ماي يوتيوب شانل. لو دي اول مره تشوفوني ويلكم باك لو انتوا اوريدي عاملين لي سبسكرايب. فيديو النهارده هو فيديو مختلف شويه في ساندي بوك داي، لان انا لاول مره مش هريفيو كتاب واحد ولكن هريفيو ثلاثه، والثلاثه دول احنا ممكن نجمعهم في بندل اسمها الهيلينج بندل. يعني ايه الهيلينج بندل؟ هي باختصار كتب هتساعدكم جدا لو انتوا بتمروا بمشكله نفسيه او بفتره نفسيه صعبه، او لو حاسين ان انتوا تايهين ومحتاجين outside guidance او مساعده خارجيه، او حتى لو انتوا عايزين تثقفوا نفسكم نفسيا عن الحاجات اللي بتحصل حواليكم والحاجات اللي بتحصل جواكم. وزي ما اتكلمنا قبل كده ان علم النفس مش ماتيريال للضحك، ولكن هو حاجه حقيقيه ان احنا نفهم اكتر الدنيا ماشيه ازاي معانا والدنيا ماشيه ازاي حوالينا. وخليكم عارفين ان اي مشكله بتمروا بيها، كل ما تثقفوا نفسكم اكتر عنها وكل ما تعرفوا معلومات اكتر عنها، كل ما تتجاوزوها اسرع وبشكل افضل. فالتعليم مش بس المواد الدراسيه اللي بناخدها في الجامعه او في المدرسه، التعليم بيكون في كل حاجه. وفي الاول والاخر هو the best way to get through anything، وافضل طريقه ان انت تتجاوز اي حاجه او تعرف اي حاجه عن اي حاجه. في مثل بيقول اعرف عن كل حاجه حاجه واعرف عن حاجه كل حاجه. ده انا هساعدكم تعرفوا شويه عن السايكولوجي، وزي ما قلت لكم ازاي تفهموا نفسكم اكتر وازاي تفهموا الناس اللي حواليكم. فيلا نبتدي. اول كتاب معانا في الهيلينج بندل هو الافضل والاقوى بالنسبه لي، وكنت قلت لكم عنه نبذه بسيطه كده في الريفيو بتاع The Mountain is You بتاع بريانا وست، وهو 101 Essays That Will Change the Way You Think. وصدقوني it will change the way you think. وطبعا بريانا وست غنيه عن التعريف، واللي متابعني هنا على اليوتيوب من بدري شويه عارف ان انا قد ايه بحب بريانا وست وبحب توماس اريكسون وغيرهم كتير. ف بريانا وست هي من اكتر المؤلفين او الاوثرز اللي بيكتبوا علم النفس بطريقه سهله، ومش بس كده هم دايما بيوصلوا المعلومات اللي هي بالاخر، فاهمين قصدي؟ هي ما بترغيش كتير، هي بتتكلم في بوينت 2 3 4 بتجيب بقى من الاخر فيها، اللي هو بتقول لكم كل حاجه محتاجين تعرفوها بطريقه سهله بطريقه مش صعبه، في نفس الوقت طريقه مفيده، يعني طريقه فلكسبل، مش اللي هو ايه نظريه القطه اللي حطوها في القفص ومش عارفه القرد اللي عمل ايه. مش علم النفس الكلاسيك، علم نفس، علم النفس اللي ممكن نطبقه في حياتنا اليوميه. ف 101 Essays That Will Change the Way You Think هو عباره عن pillars، يعني زي ما انتم شايفين كده مثلا بتمسك موضوع، مثلا هنا بتتكلم عن expectations you must let go in your 20s، يعني توقعات المفروض تتخلوا عنها او يفضل تتخلوا عنها في اوائل العشرينات، وبتبدا ان هي تتكلم عنها بالطريقه دي، بتبدا انها تتكلم عنها في صوره بوينتس، يعني زي ما انتم شايفين 11 10 8، نصايح 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 كتير ورا بعض. الموضوع بيكون مفيد وبيكون يعني فوق ما تتخيلوا، فعلا يغير لكم المايند سيت بتاعتكم. انا بريانا ما تعرفش اني عايشه، انا ما باخدش فلوس منها، بس انا دايما بحب اكون صادقه معاكم في مدى الاستفاده اللي ممكن تستفيدوها، علشان انا عارفه ان ملوش لازمه ان اضيع وقتكم، يعني فاهمين قصدي؟ لو كتاب وحش هطلع اقول لكم كتاب بجد وحش ملوش اي 30 لازمه. وعايزه اقول لكم حاجه، انا قريت كتب علم نفس كتير جدا لدرجه ان بقيت اقرا كتب بقيت اتوقع ايه في الشابتر الجاي من كتر ما الناس بتعيد وتزيد في نفس الكلام الا بريانا وست. ف 101 Essays That Will Change the Way You Think، نصايح قصيره، نصايح مختصره، نصايح مفيده عن حاجات كتيره قوي. طيب النصايح دي عن ايه؟ النصايح دي عن ازاي تفهم نفسك، او ازاي تفهم طريقه تفكيرك والمشاعر اللي بتمر بيها، وازاي تفهم العالم الخارجي. والاهم من ده كله الكتاب ده كان اكتر مركز مع الناس اللي في سن العشرين، لان ده اكتر سن بنبقى مصدومين فيه من الحياة، فاهمين؟ بنبقى قبل كده في المدرسة ومتعودين على لايف ستايل معين، متعودين على تشالنجز او حاجات معينة، بعد كده مرة واحدة لقينا نفسنا كبرنا، عندنا كارير محتاجين نشتغل، كلية محتاجين نجتهد فيها، عندنا مسؤوليات نوعا ما، محتاجين ان احنا نكون مستقلين عن اهلنا شوية، فبيحصل شوك، بيحصل صدام بالعالم الحقيقي. فده ultimate guide او احسن دليل لأي حد بيمر بالأزمة دي بتاعت أزمة العشرينات.
وانا بجد عايزه اطلع اكلمكم فيها في فيديو كامل، لان انا كنت في البروسس دي فتره لا باس بيها بتاع 2.5 سنين. بس حبه حبه الواحد كل ما بيتعلم زي ما قلت لكم، كل ما بيعرف يتخطى المشكله او المرحله السيئه اللي هو فيها. تاني كتاب معانا وهو Atomic Habits لجيمس كلير. انا متاكده ان اي حد مهتم بالقراءه او لسه بادئ قراءه جديد، انتوا اكيد شفتوا الكتاب ده عند اي بوك ستور او سمعتوا عنه بشكل او باخر، لانه من اكتر الكتب المشهوره عالميا واللي مش مشهوره كده وخلاص، يعني مش مشهوره على الفاضي. عارفين في كتب بجد مشهوره على الفاضي، بس ده فعلا very nice ونفس مستوى الافاده بتاعه بريانا ويست. مش بس كده، اكتر حاجه حبيتها في جيمس كلير ان هو بيقول لكم ازاي تطبقوا الكلام المعقد قوي اللي بيبدا يشرحه لكم ده بطريقه مبسطه جدا في حياتكم العمليه. خلوني اكلمكم اكتر. Atomic Habits هو كتاب تارجتد للعادات، ان انت ازاي تكون عادات ايجابيه في حياتك، وازاي تتخلى عن العادات السلبيه، وازاي تفهم ان ليه مخك مش عايز يعمل حاجه جديده. زي مثلا انا ليه ما بروحش الجيم مهما قلت لنفسي ان انا بكره رايح الجيم، انا حالا رايح الجيم وبعدين انا ما بروحش الجيم، او لو حتى لو وصلت لمرحله ان انا اوكي رحت الجيم، انا ليه ما بكملش في الجيم. فاهمين؟ قيسوا كده بقى على كل حاجه. فالكتاب ده مبسط جدا موضوع العادات، من اول العمليه الذهنيه اللي بتحصل لما بناخد قرار احنا نعمل حاجه وبعد كده ما بنعملهاش، لحد لما نعملها وحتى بعد ما نعملها. الكتاب فيه معلومات ساينتفك، فيه معلومات علميه بس بسيطه، يعني ما حدش يحس انه علشان مثلا الموضوع فيه ساينس فانا مش شاطر في الساينس فلو قريت الكتاب مش هفهمه خالص. الكتاب بجد سهل جدا ومش كتير، يعني انا بالنسبه لي مش كتير. هو كام صفحه؟ 298 بالنوتس. ممكن if we excluded the notes انه هيكون، تعرفين انا بحب قوي اقول لكم موضوع الصفحه، 271 صفحه تقدر تغير لك حياتك. ده نموذج عن الجداول اللي موجوده في الكتاب اللي بكلمكم عنها علشان يشرح لكم اكتر الموضوع. وبرضو في جداول زيها، خلي برضو اشوف في جداول زيها تقدر ان انت تعملها في ورقة وتحط الانبوتس بتاعتك او الديتا بتاعتك فتقدر تمشي عليها وفعلا تعمل حاجة. وكده كان كل حاجة عن Atomic Habits. وعايز اقول لكم حاجة كمان، Atomic Habits من الكتب اللي انا شفتها مترجمة، لان انتوا دايما كنتوا بتسألوني الكتاب ده فيه منه مترجم؟ Atomic Habits فيه منه مترجم، وحاول اجيب لكم الصورة اللي انا كنت مصورها قبل كده، واحد كان على الرصيف يعني بيبيعه، بس سنس ان هو موجود على الرصيف معناه انه موجود في كل حتة. تالت كتاب معانا و the most exciting one، وانا متأكدة برضو ان انتوا شفتوه بشكل او باخر. اعملوا سسبنس، عايز اعملوا سسبنس اللي هو Burn After Writing، احرقوه بعد الكتاب. الكتاب ده اصلا كان طالع ترند على التيك توك. الكتاب ده جالي هدية، وكانت بصراحة هدية كيوت قوي في فترة بالنسبة لي كانت صعبة وساعدني كتير قوي. انا لسه فاتحاه ولسه بدأ قراءة فيه، كنت حابة برضو اعمل لكم فلوج وانا بكتب فيه الحاجات، مع ان الرايتر اول حاجة قالها ان الحاجات اللي بتتكتب جوه مينفعش حد يعرف انا حاجة، بس هل انا هسكت؟ اكيد مش هسكت يعني. وعايز اقول لكم حاجة كمان، ان انا ما اعتقدش ان انا هحرق الكتاب ده بعد ما هكتب فيه الحاجات، لان مهم جدا. الكتاب يا جماعة عبارة عن اسئلة اوكي في مراحل حياتكم المختلفة تلمس تفاصيل مختلفة وليها اهداف مختلفة برضه. يعني مثلا نتجاهل مامتي خالص عشان عيلة مزعجة، انتوا عارفين الموضوع ده. في تشابتر هنا مثلا عشوائيا جدا اسمه Let's be honest. Let's pretend there is something under the mask is there. Who are you? يعني الكاتب هنا بيحطك قدام نفسك وبيقولك خليك صادق، انا عايزك انت تتكلم وانت اللي ورا الماسك اللي انت دايما لابسه برضو تتكلم. هو حاطط لك هنا شويه اسئله زي I am, I'm not, I adore, I detest, I have never وهكذا بطريقه interesting جدا. في ناس ممكن تقول ايه الهبل ده، يعني ايه الجو ده، يعني انا هستفاد منه ايه؟ بس خليني اقول لكم حاجه بقى بجد تجربه شخصيه جدا جدا. انا عامه بحب ادخل في اي حاجه، مش بس ببلاش، بس اللي هو اي حاجه فيها اكتيفيتي، يعني مؤتمر، سكولرشيب، كورس، وركشوب، اي حاجه كده اللي هو ممكن اطلع بيها باكسبيرينس حلوه او استفاد منها حاجه او انفتح على عالم انا ما كنتش عارفاه او كارير انا مش عارفاه او اعرف ناس جديده، يو نو، اي حاجه فيها حاجه جديده وفيها اكسبيرينس جديده انا كنت بخش فيه على طول. فانا في ثانوي كنت محظوظه جدا ان انا ادخل بروجرام اسمه تقدم. تقدم كان زي بروجرام مع البريتش كونسل والاي يو سي،
في مصر. فانا اي ابلايد هناك ودخلت البرنامج ده، كان هدفه ان هو يعلم الطلاب ازاي يتعاملوا في ورك بليس وازاي يعبروا عن نفسهم احسن. لو انتوا خدتوا بالكم او لا، بس انا رغايه قوي قوي قوي، انا بحب اتكلم جدا، وده السبب اللي خلاني اخش اعلام. في نفس الوقت عمري ما خفت ان انا اعبر عن نفسي. فانا كنت داخله بقى البروجرام ده اللي هو انا مش محتاجه يعني اعبر عن نفسي، ايه انا اوريدي جامده جدا. بس بجد لما دخلت وكانوا برضو متابعين معانا حاجه نفس كونسبت بيرن افتر رايتنج، اكتشفت ان انا معرفش حاجات كتير قوي عن نفسي، واكتشفت ان انا بخاف اعمل حاجات كتيره قوي انا ما كنتش اعرف ان انا خايفه اعملها، واكتشفت ان انا بعرف اعمل حاجات انا ما كنتش عارفه ان انا بعملها. فاللي هم عملوه ان هم كانوا دايما مدينا زي كتاب زي ده بالظبط، وكان في اسئله كل تشابتر بنتعلم فيه حاجه وبنجاوب على الاسئله دي، وكل ما انت بتجاوب على الاسئله دي بتعرف حاجات اكتر عن نفسك، وكل ما بتطبقها كمان هناك كان في حاجات اكتر عملي، كل ما بتدعم ده، فاهمين قصدي؟ ففي اسئله كتير قوي كانت تبان سهله، زي مثلا انا بحب ايه. ساعتها انا كنت بقف قدام السؤال اللي هو انا بحب ايه. دلوقتي انا اقدر اقول لكم انا بحب ايه، لان انا اشتغلت ان انا اعمل الحاجه اللي انا بحبها، واشتغلت ان انا ادعم حبي للحاجه ده واكتشف حاجات تانية مش يمكن اطلع بحبها. بس ساعتها انا ما كنتش عارفه انا بحب ايه، وفي ناس بتقعد فتره كبيره قوي من حياتها مش عارفه هي بتحب ايه. فما تستهتروش بالاسئله الديتيلز دي اللي هي التفصيليه دي، الاسئله اللي تبان انا طبعا عارف انا بحب ايه او انا بقرا ايه. فبيرن افتر رايتنج من كتب اللذيذه قوي. ايه بقى علاقه الثلاث كتب دول، وازاي احنا ممكن نتخذهم كهيلينج باندل؟ اول حاجه 101 اسس ذات ويل تشينج ذا واي يو ثينك، هيساعدك ان انت تفهم نفسك وهتفهم العالم المحيط حواليك، فهتتعلم اكتر زي ما قلت لكم معلومات، وتقدروا ان انتوا تبقوا فاهمين اكتر، فاهمين قصدي؟ تاني كتاب اتوميك هابتس، هيساعدك ان انت تستعمل المعرفه دي بعد ما انت خلاص فهمت، او انت كنت تايه في فتره من حياتك واستوعبت حاجات كتير انت ما كنتش متخيل ان انت ازاي ما كنتش مستوعبها. نبدا بقى نشتغل على حياتنا. ما انا مش هقعد طول عمري اقرا علم نفس وافضل فاهمه كل حاجه بس انا حياتي بايظه، يعني محدش حياته هتتغير لو ما حاولش انه يغيرها. فيلا نحاول نغيرها باتوميك هابتس. اتوميك هابتس في دليلك في ازاي تقدر تغير حياتك، تعمل عادات ايجابيه، تمشي العادات السلبيه، ويبقى عندك لايف ستايل. على فكره اللايف ستايل مش شرط يكون حاجه غاليه جدا، دي برضو حاجه عايزه اكلمكم عنها. يعني مش ان انا يبقى عندي لايف ستايل ان انا اروح الجيم ب 5000 جنيه في الشهر والبس اللي مش عارفه ايه، وبعد كده انزل بالليل دايما ابقى اخد الكوفي في حته ما. اللايف ستايل بتاعك ممكن يكون بابسط الحاجات اللي حواليك. وانيويز اتوميك هابتس از ذا بيست، احسن كتاب علشان تعملوا لايف ستايل ايجابي وتغيروا بجد حياتكم. اوكي، تالت كتاب بيرن افتر رايتنج، حطوا مرايه قدام نفسكم، الكتاب ده هو المرايه بتاعتكم قدام نفسكم، في ان انتوا تجاوبوا على كل حاجه مضايقاكم وتطلعوا النيجاتيف انرجي. عشان برضو ما نكسرش الروتين بتاع ساندي بوك داي، ايه الريتنجز بتاعتي للكتب دي؟ طبعا مش محتاجين تعرفوا. 10 out of 10 وبس. احنا كده وصلنا لاخر الفيديو، فاتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم بليز قولولي في الكومنتس، بما اننا على اليوتيوب اعملولي سبسكرايب.